بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبسم الله نستعين. أيها الآباء، أيتها الأمهات، هذه الحلقة خصصتها اليوم من أجلكم أنتم الذين كنتم فيما مضى تلاميذتي، أصبحتم الآن آباء وأمهات، وأنا فخورة بكم، فخورة وجد سعيدة لأنني عشت حتى رأيت هذه اللحظة أن أعلم أبناءكم الذين أراهم أحفادي، وأنا أحبهم كما أحببتكم فيما مضى. أيها الآباء، أيها الأمهات، يسعدني جداً أن أخاطبكم وأن أطلب منكم مجموعة من الطلبات. أولا أرجوكم ثم أرجوكم امنحوا أبناءكم الثقة والقدرة على الاندماج والتواصل. قد تسألونني كيف نعلمهم الثقة وكيف نعلمهم التواصل والاندماج؟ بالتشجيع أبنائي، بالتشجيع. شجعوا أبناءكم، صفقوا لهم، لا تحتقروا أعمالهم، لا تبعثروا إنتاجاتهم من رسومات تعبيرية، ابتسموا في وجوههم، لا تحتقروهم أمام أقرانهم، لا تصفوهم أمام عائلاتكم بأوصاف قد تجرحهم. إن جاء أحدهم عندكم وهو يحمل نقطة، لا أقول رديئة، لا توجد نقطة رديئة، لا يوجد مستوى ضعيف، إنما الطفل في تلك اللحظة تمكن أن يقدم ذلك المنتوج على قدر فكره وعلى قدر فهمه وعلى قدر عطائه في تلك اللحظة. ليس معناه أنه ضعيف أو أنه لم يعمل جيدا ولم يحصل على نقطة جيدة، لأن النقطة ليست قيمة نحكم بها على الشخص، ليست معيارا للمعرفة الصحيحة الموجودة في داخله. في تلك اللحظة لم يعطيني شيئا، لهذا فأنا لا أحكم عليه من خلال تلك النقطة. وإن ذهب إلى البيت لا يحتقر ولا يهان ولا يغضب منه. أرجوكم، أبناؤكم بحاجة إليكم، إلى دفئكم، إلى حبكم أنتم، فهم يثقون فيكم أنتم بالدرجة الأولى، ويروكم مثالا لكل الناس وأحسن من كل الناس. لهذا فالتلميذ حينما يأتي إلى الفصل فهو يأتي يحمل معه أفكار وعادات وتقاليد وثقافات أسرته. داخل القسم لا يوجد لدي أسرة موحدة، لدي مجموعة أسر، لدي مجموعة أفكار، لدي مجموعة وقائع اجتماعية مختلفة متضاربة فيما بينها، والتلميذ يمثل كل أسرة. لهذا فنحن نحترم الاختلاف، نحترم الاختلاف في الفهم وفي القدرة على العطاء. لكن التلميذ وأي تلميذ يتفق مع تلميذ آخر في العمل، في طريقة العمل، إن قدمت إليه بطريقة سليمة صحيحة. أيها الآباء، أيها الآباء، أيتها الأمهات، ابتسموا في وجوه أبنائكم، لا تغضبوا منهم. إن تعطروا الحصان يكبو وكلنا نسقط حتى الشجرة تسقط أوراقها لتنمو أوراق أخرى، وهكذا الحياة، نحن دائما نتعطر، فالإنسان من التعطر يتعلم. يجب أن نحاول، لا نحاسب، أن نحاول مرة ومرة 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 ومرات
حتى يتمكن هذا التلميذ من إدراك ذلك الشيء الذي جاءه صعبا ولم يعطيه فيه العطاء الذي نراه نحن عطاء صحيحا أو ناجحا. إذن التلميذ بحاجة إلى التشجيع، إلى التصفيق، إلى التقدير، إلى أن تقول له أنت واعر، أنت رائع، أنت الفن، ما كاينش بحالك، ما كاينش بحالك، أنت الروعة، أنت الممتازة. وحينما تمنح التلميذ الذي هو ابنك هذه الثقة بالنفس، سيبذل كل جهده ليغير طريقة عمله. التلميذ حينما يجلس على مقعده يختلف من تلميذ إلى تلميذ. هذا الموقف الذي سأتحدث عنه يختلف من تلميذ إلى تلميذ. تلميذ يأتي وجهه مشرق وعيناه تلمعان، ينظر إليك بثقة. لماذا؟ لأنه يأتي من بيته مشحون بهذه الطاقة الإيجابية، بهذه القيمة، القيمة التي قدمت له في بيتهم، يحملها معه في الفصل، فتجده جالس بثقة، يناقش معك بثقة، يضحك، يبتسم، وحتى إن تعطر يتقبل التعطر ويحاول، لا ينكمش، يحاول أن يعطي الإجابة الصحيحة والفكرة الصحيحة. لكن هناك تلميذ يأتيني مصفر الوجه وعرق على جبيني، إن سألته هل تناولت الفطور يطأطئ برأسه، يخجل أن يقول لا. بالله عليكم، هل يمكن لي أنا كأم أن أرسل طفلي إلى المدرسة ببسكويت بيمو بدرهم؟ هل أنا عازز على أن أصنع له كأس شاي أو حليب وخبز وزيتون؟ يتناول في بيتهم فطورة ويأتي إلى المدرسة ويحس أن أمه قد استيقظت لتهيئ له الفطور. هذا السلوك ليس شاقا إن كان للأم إحساس بالأمومة والمسؤولية. أرجوكم ساعدوني على أن أحصل على تلاميذ راغبين في التعلم، مقبلين على المدرسة وهم نشطين. ولا يمكن أن يحصل التلميذ على نشاط وهو جائع. قد تضحكون علي، قد يضحك البعض أنني لا أبدأ الحصة حتى إذا وضع الجميع طعامه على الطاولة وتناول فطوره. وأحيانا أشرح الدرس وألاحظ أن طفلة تسرق خبزا من تحت الطاولة، وأضحك وأقول لها افطري، لا تخجلي مني، كولي أولا بعدها فكري، لأنها لا يمكن أن تفكر فيما تقولين وهي جائعة، لا يمكن أن تعطيك ما تريدين منها من تحقيق أهداف وهي دامعة. أكلت العصا في الصباح، أو أن أمها وأباها قد تخانق وتضاربا في الليل وباتت وهي تبكي، أو بات وهو يبكي. أرجوكم اتركوا الأطفال بعيدا عن مشاكلكم، اتركوهم بعيدا عن أحزانكم، وسامحوني إن قلت عن فشلكم، لأنهم ليسوا مسؤولين عن فشلنا، ليسوا مسؤولين عن اختياراتنا، نحن الذين اخترنا ذلك الواقع.
يجب أن نحل مشاكلنا بعيدين عن الأطفال، لأنهم أبرياء لا ذنب لهم أن ينغمسوا في الحزن أو في البكاء أو في جوع أو في عدم وجود مصروف أو في ضيق أو في المشاكل. ممكن حينما يكبرون قليلا أن نجلس معهم في الطاولة لنناقش وضعية اجتماعية لأسرة ما أو لمشكلة ما، ونطلب منهم أخذ الرأي أو أخذ القرار. لكن في سفر، في رحلة، في استجمام، في مساعدة فقير جاري، لكن ليس في مشكلة لماذا تزوجت فلانة ولم أتزوج فلانة، لماذا كتب لي الله فلان ولم يكتب لي فلان، ثم أبدأ في الخبط والضرب والسب، وثم أرسل طفلا إلى المدرسة. هذا محزن، صدقوني محزن. محزن إن كانت بعض الأسر تنتظر من أبنائها العطاء أو المردودية بهذا المستوى فلن تحصل عليه. العيب ليس في الفقر، كلنا فقراء والغني هو الله. العيب في سوء التصرف، سوء المعاملة مع الأبناء. يجب أن أعامل ابني معاملة إنسان، وأن أحترم مشاعره، وأن أعلم بأنه يدرك بكل ما نقوم به وكل التصرفات وكل الأحداث التي تقع لا تمر أمامه عبثا، إنما تسجل في ذاكرته وتبني شخصيته وتساعد في بناء شخصيته. إن أردنا أن نقوم من إعوجاج سلوك أبنائنا علينا أن نساهم معا، المدرسة والبيت، في بناء تلك الشخصية، لأن نفسية الطفل هي أهون من خيط العنكبوت. سهلة التراخي وسهلة الهدم، كلمة واحدة تحطم نفسية طفل، حركة واحدة تدمر مستقبله. لهذا يجب أن أنظر إلى طفلي على أنه مشروع إنسان، وأن هذا المشروع يجب أن يكون ناجحا، وأن أبني له ليس بالمال. قد تقول المال أو وضعية المالية أو المشاكل، لا، إنما بالمعاملة، بالرضا، بالقناعة بما قسمه الله لنا. فالكلمة الطيبة لها تأثير في النفوس، ويا ما فقراء يعيشون في بيت واحد، أنجبوا أطفالا نجحوا وحققوا نجاحات واشتغلوا وأنقذوا عائلاتهم من الفقر. لماذا؟ لأن والديهما كانا طيبين، كانا صالحين، كانا يخافان الله ويرعان المسؤولية، وكل راع مسؤول عن رعيته. حينما نساهم في بناء الشخصية يجب أن تنطلق من البيت ومن المدرسة. أيضا نصيحتي، أرجوكم أيها الأساتذة، مع كل احترامي وإيماني بأداء رسالتكم بإخلاص، ابتسموا في وجوه تلامذتكم، اتركوا مشاكلكم في بيوتكم، لا تحملوهم هما ليسوا مسؤولون عنه. شكرا، وإلى حلقة قادمة. وما تنسوش تشاركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على قناتكم مدرستي الحلوة، معا من أجل مستقبل أحلى.